إذا بعدكم ترسموا هذا الشكل وبتحكوا عنه سفينة فإنتوا في خطر. يلا نحطم ذكريات الطفولة زي ما حطمنا ذكريات السيارة، لأنه هاي السفينة بتغرق وهاي لا. يلا أعلمكم كيف نرسم خط مستقيم على أطرافه خطين مايلات، خط مائل بعكس اتجاهه بعدين خط مستقيم، وبنشبكهم بشكل منحني. أول مرة بكون صعب بعدين بصير سهل، وكمان خط منحني موازي له، خط عمودي بنصف السفينة وأقصر منه على الطرف، بنشبكهم مع بعض وبنرسم منظور بنحط فيه خطوط صغيرة. وهون رح نرسم سياج الحب، رح نرسم خطين عموديات بنفس الطول وثلاثة أقصر منهم، ويصير عندنا أربع مداخل وبنغمقهم من فوق. خطين عموديات طوال بوسط السفينة وبآخرها، وننزل منهم حبال بيمثلوا سارة السفينة، وبنضيف نقط تمثل الضواو وشبابيك، وبنرسم طرف المي تحت السفينة. أكيد عرفتوا السفينة. بالمحايل الإلكترونية جيت أعمل الضواو علشان تصير بيضة، لكن ما عجبني، ضللت السفينة كلها وجبت طامس الحبر ورسمت الضواو بالطامس، كمان شوية شبابيك بقلم الفحم، شغلت السفينة وطلعنا دخنة من المداخن، وبالطامس الأبيض حطيت ضواو على السارية وكمان على الشبابيك جوا السفينة، ولأنها من 1900 وخشبة أكيد عرفتوها. وأنا شروق، واحكوا لي بأي سفينة مستعدين تسافروا، جربوا رسموها.